ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهارده ان شاء الله هعمل معاكم انبوكسنج لشويه منتجات جاتلي من براند حياه، فخلينا اوريكم ايه هي المنتجات، ويلا كملوا معايا الفيديو لحد الاخر. رجعت لكم تاني. فقبل ما ادخل بقى في موضوع الفيديو واوريكم الحاجات اللي جاتلي، يا ريت تشجعوني كتير كتير. ولو انتوا اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ويا ريت تجاوبوا على الاستفتاء اللي انا منزلاه، تمام؟ عشان خاطر اعرف ايه اللي انتوا عايزينه ومحتاجينه. فخليني بقى يلا ادخل في موضوع الفيديو. انا جالي شويه حاجات من حياه، براند حياه. براند حياه ده انا جربت منهم حاجات كتيره قوي، في حاجات كتيره قوي كانت كويسه معايا، هعمل لكم عنها ريفيوهات طبعا، وهقول لكم ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. فبصراحه اخترت المنتجات دي من عندهم، بما اننا احنا دخلنا خلاص على الشتاء وهم عاملين عروض حلوه جدا 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 فوق ما تتخيلوا بجد. فاتمنى ان انتم تستغلوا العروض دي. ليه بقى العروض دي؟ الفكره ان انت تستغلي العروض في ان انت تجيبي عرض في كل المنتجات اللي تعالج لك كذا مشكله عندك. فانا المنتجات اللي انا هوريها لكم النهارده بتعالج كذا مشكله موجوده عند 99% مننا من البنات، وبالذات المشاكل دي بتزيد في فصل الشتاء اللي هو الوقت اللي احنا فيه. فبصوا بقى مبدئيا كده، الحاجه جات لي في الشنطه دي، فبصراحه شكلها عجبني جدا جدا وشيك كده ومحترمه وبنت ناس يعني. خليني بقى اوريكم الحاجات اللي جاتلي. اول حاجه وهو الرول اون ده من لاين ميلاتكس، ده ديودرنت مزيل لرائحه العرق وبيفتح منطقه اندر ارم. ده بصراحه يعني مش هقول لكم ان انا بقى لسه هحكم عليه واجربه والكلام ده كله، لا، ده من الحاجات اللي انا اوريدي اصلا عندي منهم مثلا 2 جوه، وحلو جدا معايا وحاجه طبيه وامنه جدا، وفعلا بلاحظ لاحظت تاثير حلو قوي على بالنسبه للتفتيح، وبرده لاحظت تاثير حلو قوي على ريحه العرق في المنطقه دي. فبصراحه ده يعني عجبني طبعا على طول يعني. ده بريحه الياسمين، انا اللي عندي من غير ريحه اللي هو الاوريجينال. هما بقى نزلوا بعد كده حاجات كتير يعني بكذا ريحه، في بريحه الياسمين، في بريحة الورد، وفي بريحة اللافندر. فأنا بصراحة اخترت الياسمين يعني، لأن ايه، أنا مش بحب الريحة أصلا في أي حاجة، بالذات في المناطق دي. فكده مشكلة الاسمرار اللي بتبقى موجودة معانا صيف وشتاء، ماشي. فين بقى يا ستي المنتجات اللي انت بتقولي عليها ان هي مهمة جدا في فصل الشتاء؟ متستعجلوش هوريها لكم. أول حاجة هو اليوري بار ده، بادي كريم، ده بيبقى فيه 10% يوريا. ده بقى انا اخترته ليه؟ طبعا 3/4 او 99% من البنات في فصل الشتاء بالذات كلنا بيواجهنا مشكلة جلد الوزة، يعني ايه، اكيد كلنا عندنا المشكلة دي. فالكريم ده المفروض ان هو بيشتغل ان هو بيرطب وفي نفس الوقت بيقشر، بس تقشير اللي هو الكيميائي اللي هو مش بيتلاحظ. فانا كنت محتاجة ان انا اجرب حاجة يكون فيها يوريا، ماشي. ان شاء الله ده برضو هجربه. طبعا كلنا عارفين ان جلد الوزة لما بيظهر لنا بيظهر لنا في منطقة الساق اللي هي الرجلين، ومنطقة الذراعات لحد هنا تقريبا، هما دول المنطقتين اللي بيظهر فيهم جلد الوزة. فالموضوع ده بيزيد معايا في الشتاء، او بمعنى اصح بيظهر اكتر في الشتاء. فعشان كده انا اخترت المنتج ده عشان فعلا اشوف هل هو هيعمل مفعول للمشكلة دي ولا لا. فطبعا هجربه واخد كفايتي في التجربة بتاعته وهقول لكم رأيي فيه. تاني حاجة او تالت حاجة وهو الكريم ده، تمام، لاين البوديوم ده عشان خاطر الاسترتش ماركس. عم اعتقد انا مظبطاكم استرتش ماركس، مفيش برضو واحدة مننا ما عندهاش مشكلة الاسترتش ماركس، وانا واحدة عندي المشكلة دي. وبصراحة يعني عايزة بقى ان انا ايه اعالجها، او بمعنى اصح خلينا صراحة ان انا احسن من شكلها. وعامة موضوع الاسترتش ماركس وموضوع جلد الوزة ده انا هعمل لكم فيديوهات خاصة عنه بالتفصيل الممل، بس انا بوريكم انا مستفادة بالعرض
عشان خاطر اجيب الحاجات اللي هي بقى اللي تفيد المشاكل بتاعتي كلها، يعني احاول كل المشاكل اللي ممكن تواجهني في فصل الشتاء. فطبعا مشكلة الاسترتش ماركس بتزيد برضو اكتر في فصل الشتاء بسبب الجفاف اللي بيبقى الجلد متعرض له. فحبيت برضو ان انا اجربه واشوف فعلا هل هو هيبقى ليه تأثير على الاسترتش ماركس ولا لا. الحاجة الثالثة وليست الاخيرة، وهو الفود كريم ده برضو من لاين يوري بار. ده برضو فيه 10% يوريا، برضو بيشتغل على الترطيب والتقشير عشان يعالج جفاف الرجلين. وفي ناس بيوصل معاهم الجلد بيبقى متشقق، فانا برضو فصل الشتاء موضوع جفاف الرجلين بيزيد معايا، فحبيت برضو ان انا اجربه واشوف هل هو هيبقى ليه تأثير وعلاج على المشكلة دي ولا لا. اخر حاجة وهي برضو بتواجه مشكلة كبيرة برضو بتواجهنا في فصل الشتاء، وهو جبت اللي هو الليب بالم ده. جالي الليب بالم ده من لاين ستار لاين، ده لاين البشرة الجافة عندهم يعني في البراند ده، مناسب للأطفال وللكبار. طبعا مكوناته حلوة جدا، مكوناته زبدة شيا، ودي حاجة كفيلة يعني بصراحة ان هو اكيد يعني هيبقى كويس. فانا من الناس اللي في فصل الشتاء بسبب الجفاف اللي شفايفي بتتعرض له الموضوع بيوصل معايا لالتهاب، يعني انا حرفيا من الناس اللي شفايفها في الشتاء من كتر الجفاف بتبقى بتحرقني بدرجة يعني رهيبة جدا. فعشان كده برضو انا اخترت المنتج ده عشان برضو اقدر استفاد بيه في الشتاء، وواثقة ان هو هيبقى كويس، وبرضو هجربه واقول لكم رأيي فيه. بس كده دي الحاجات اللي جات لي من براند حياة. اللي انا بقى عايزة اقوله لكم، براند حياة الفترة دي عامل عروض حلوة جدا جدا جدا. بتشتروا قطعتين تمام، وبتاخدوا عليهم 3 قطع هدية، يعني المجمل العام بيبقى معاكم 5 قطع من البراند. شوفوا انتوا احتياجكم ايه. الحلو ان انتوا تستفادوا في العروض دي، ان انتوا زي ما انا ما قلت لكم مثلا بتختاروا منتجات زي دي تعالجوا بيها كل المشاكل اللي بتواجهكم في فصل الشتاء، او مثلا فصل الصيف لو العروض دي معمولة في فصل الصيف. بس هم عامة العروض دي اول مرة يعملوها، لان انا براند حياة عارفاه كويس جدا وعارفة كل العروض بيعملوها ايه، وبرده عارفة العروض اللي بيعملوها في الصيدلية. فالعروض دي معمولة اونلاين بس، مش موجودة في الصيدليات. فانا هسيب لكم اللينك بتاع البيج بتاعتهم بتاع الانستجرام في صندوق الوصف، عشان لو حبيتوا تروحوا وتتفرجوا على المنتجات، ولو حبيتوا تطلبوا. وعلى فكرة اسعارهم حلوة جدا جدا جدا، يعني انتوا ممكن 5 منتجات تجيبوا ال5 منتجات مثلا هيدخلوا معاكم في رينج 300 جنيه بالتوصيل. فهو بصراحة براند اسعاره كويسة، منتجاته كويسة جدا، والكواليتي بتاعتها حلوة قوي. العروض اللي زي ما بقول لكم اللي هم عاملينها حلوة قوي، ان انتوا بتشتروا قطعتين بتاخدوا عليهم 3 قطع هدية، فاللي هو بتدفعوا اعلى قطعتين في السعر وباقي الباقي بتاخدوهم هدية. فدي حاجة كويسة جدا، اتمنى ان انتوا تستفادوا بيها، وان شاء الله المنتجات دي لما اجربها هطلع اقول لكم رأيي فيها. وبس كده الفيديو يكون خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني فيديو جديد تاني بإذن الله.